لو الحكاية فيها إن فيجو علاء محمد حسن السيد مرحبا. الحكم الصادر في القضية رقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، بعد تلاوة الأمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضورية أولا بمعاقبة كل من محمد حسن السيد مبارك وجمال محمد حسن السيد مبارك وعلاء محمد حسن السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إلى كل منه. ثانيا بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليون و779 ألفا.